أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نافذة الحوار اللاديني مع المؤمنين. القرآن يزعم زعم متغطرس جدا ومتعجرف إن هو تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بيبين كل حاجة، وإن هو في الهداية المطلقة، في هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبيزعم إن هو أفضل كتاب على وجه الأرض، زبدة خلاصة كلام ربنا، ويقول لك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض وقرآن أفضله، وأن فيه مطلق الحكمة، منتهى الحكمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما فرطنا في الكتاب من شيء، على التفسير اللي بتقول إن هو يقصد القرآن. فهل فعلا هذا الكتاب تناول كل الأمور الضرورية، أم أن هناك أمورا أهملها القرآن إهمالا تاما وهي ضرورية، وذكر أمورا أخرى بدلا منها تافهة؟ أنا أعتقد أن القرآن أهمل أغلب الأمور الضرورية والمفيدة والقيم التي ينبغي أن نهتم بها جميعا كبشر، أو بتنا نعرف الآن أنها مهمة جدا وأن الجميع يجب أن يهتم بها كثيرا، ما يسر لك فيها. وفي أمور هو اهتم بها تتعلق مثلا بزوجة أبو لهب، تمت يد أبي لهب وتم أغنى عنه مالوما كسب ومرأته سيصل نار ذات لهب ومرأته حملات الحطب في جديه حبل، تهتم مثلا بأن هو يتزوج زينب فربنا ينزل عليه من القرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، اهتم بحاجات زي كده. وأهمل مثلا أن هو يتحدث عن حقوق الإنسان، أبسط حقوق الإنسان، وفي ناس طيبين يطلعوا يقول لك أصلك ما كانش في الزمن ده، إحنا بنتكلم عن رب عارف كل حاجة، هو أفضل من البشر اللي خلقهم طبعا، حتى البشر بتوع 2022 هو أفضل منهم، وهو يعلم كل القيم اللي تهم العباد، وهو بيقول أنا بنزلت كتاب تبين كل شيء وما فرطنا في كتاب من شيء، أنا بينت كل حاجة في القرآن. هل من ضمن الأشياء اللي أنت ما فرطتش فيها مثلا قيمة زي الاهتمام بالمرضى النفسيين مثلا، أو مرضى التوحد أو مرضى الفصام ورعايتهم وتقديرهم وعلاجهم؟ هل مثلا اتكلم على الاهتمام بالبحث العلمي مثلا؟ هل بلاش كده يعني، بلاش الحاجات دي، هل اتكلم عن السلام؟ هل هو قال مثلا إن البشر يعني في آية واحدة بتتكلم عن البشر المفروض يحلوا نزاعاتهم بطرق سلمية وإن الحرب عبث، ولا هو قاعد يمجد في القتال ويحض الناس على الحرب ويا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما قالش حرض الناس على السلام؟ كيف تعامل مع الأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كيف تعامل مع الصم البكر العمر؟ فقط استغلهم لضرب الأمثال، لم يحدثنا هذا الإله أبدا عن أن هؤلاء الناس يمكن أن يكونوا مبدعين وخلاقين ويعملوا ويعولوا أسر ويتزوجوا، لا بالعكس، ضرب مثل في الكتع، في قلة الحيلة، في العجز. فمثلا بيقولوا ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه لا هل يستوي هو من طب ما أنت يعني أنت ابتليته بأن هو أبكم، كمان بتعايره أن هو أبكم وبتقول بتضرب به المثل وبتقول هل يستوي هو من يأمر بالعدل والوسط المستقيم، عشان خاطر هو بيعرف يتكلم، هو ما بيعرفش يتكلم، وانت انت من غير اي ضروره خلي بالك خلقته المفروض يعني، طبعا احنا مش مؤمنين بالكلام ده قوي ولا مؤمنين بيه قوي ولا مش قوي مش مؤمن خالص اصلا، انت اللي خلقته كده عم الحاج، فبتعايره بكده وبتضرب بيه المثل، والآية بتقول لك ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فليس في القران ايه واحده فيها تعاطف حتى مع هؤلاء، هذا ما أهمله القرآن، ولا آية واحدة، ولا آية واحدة. امبارح كنت بتكلم على الموضوع دوت، وكان مع أستاذ ماهر، مهندس ماهر، وهو رجل يعني تعرفونه مهتم جدا بالتاريخ وباحث في التاريخ، ويعني يعشق التاريخ والحضارات ويقرأ عنها وكده ونستفيد منه كثيرا، لكنه قال أن استفزني ذكرك لهذا الموضوع، فدخلت لأقول لك أن الله عاتب نبيه في أعمى، فأنا رديت عليه. أولا هو حتى محمد الذي هو أتى ليتمم مكارم الأخلاق وهو على خلق عظيم وكلام ده، هو أهمل الأعمى وطنشه، لا يفعلها رجل نبيل أصلا، هذا يتناقض مع كونه على خلق عظيم من الأساس يعني. فأنا لو أتاني رجل كفيف فلن أهمله لحساب أناس آخرين سادة أو كده، لأن هو أولى
بالاهتمام أصلا من حيث المبدأ، وهذا يعرفه أي رجل نبي. ثم إنه حتى لما زعم أن القرآن نزل عليه وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لم يذكره باسمه مثلا، هذا الأعمى له اسم. لما أنت تقول جاءني الأبرص، جاءني الأعمى، جاءني الأكتع، جاءني الأعرج، جاءني المشوه، هذا ليس أسلوبا لائقا أيضا، ليس أسلوبا لائقا. هو لم يذكر بالمناسبة هذا العتاب يعني إلا بعد أن حلق له كفار قريش الذين ترك الرجل من أجله. فهنا بدأ يبحث عن الأعمى، عندما صبعوه على قفاه فقالوا اذهب يا لعب بعيد، بدأ يفتش عن الأعمى فنزلت عبس وتولى. هذه الآية لا تدل على أي نوع من أنواع التعاطف ولا تقول لنا كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نجد آيات كثيرة جدا في القرآن تنتقد أو تضرب المثل أو تستغل هؤلاء الناس مثلا في ضرب الأمثال. يقول لهم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. مش باين إن هو يعلم سبحانه وتعالى، مش باين، مش واضح إن هو يعلم. تفضلي مريم. أي كان يتكلم مع الست زي ما يتكلم مع الراجل، وبلاش يلخبطونا يقولون لأ ما هو الكلام موجه للاثنين، بس ليه التطبيق مش موجه للاثنين؟ هما بيفهموا وكان وخلاص، ومن الأحسن كان ما يتكلمش في رأيي. يعني طب بس هو اتكلم على وجه كلامه للستات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لما تيجي تتكلمه ازيك عامل ايه يعني ايه عشان خاطر ما يطمعش الذي في قلبه مرض. كان بيغير محمد، فربنا نزل له ايات علشان قال له خليهم يستخشنوا شويه في الكلام ما يتميصوش. يعني يا نساء النبي لا تتميصن، ده اختصر الايه. تفه. وهو مثلا اللي لما بيفرض الفرائض وبيعمل بيكلم كأنه الرجال يعني، بس الرجال اللي بدهم اللي غادي يقدروا مهم قرآن عنصري كنشوفه من هذه الناحية ديال الفصل بين الرجل والمرأة، يعني الرجال بيخاطبهم مع كأنهم الهمة والشان وإحنا الزبالة الجواري العبيد. الإسلام والمرأة أهمل قضايا كتير تتعلق بالمرأة، مهمة جدا، والناس بتعتبرها مهمة جدا جدا دلوقتي، وقيم مهمة جدا. يعني مثلا في خصوصيات للمرأة، في أمور خاصة فقط بالمرأة كان المفروض يتكلم فيها ويوصي بيها، لكن لم يوصي بها. عندما سألوه عن المحيض مثلا كان يجب أن يستغل هذه الفرصة ويقول إن في هذه المرأة تضطرب هرمونات المرأة، والمرأة تحتاج إلى رعاية خاصة وإلى أن يعني يتفهم، يعني يكون الإنسان أو المحيطين بها أكثر تفهما ولطفا معها. لم يقل سألوك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط، هو الذي قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فواضح واضح جدا جدا المستوى بتاعه. فهل الله سبحانه وتعالى برضو بدائي؟ يعني ما الذي قدمه في أي موضوع؟ ما المفيد الذي قدمه في أي موضوع؟ فقط واضربهن، ولئن تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، هذا فقط الذي قدمه، يعني أن يشرع ضرب النساء. والأمر برضو هو الآخر في غاية الوقاح، في غاية السوء طبعا. أمور كثيرة ضرورية جدا ومبادئ كان ينبغي أن يؤسس لها. مثلا مبدأ أن جميع البشر أحرار، يولدون أحرارا ويعيشون أحرارا، ويجب أن تحترم حرية كل إنسان، وهذا مبدأ إنساني دلوقتي زي بديهي. مع ذلك الإسلام ده قسم الناس إلى عبيد وإماء، وجعل لهؤلاء تشريعات خاصة بهم ولا تشريعات خاصة بهم. فقال عن الإماء فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقال في القصاص كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. طب والعبد والحر لو قتل عبد؟ الإماء استعبدنا جنسيا، وهذه جريمة كبيرة جدا، أن المرأة تستعبد جنسيا. ليس فقط أن الإسلام أقر استعبادها جنسيا وتكلم عن الإماء وقال الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ليس فقط أنه قال أنهم غير ملومين أن ينكحوا المستعبدات جنسيا، لا، ده قال تعامل مع إكراههن على الدعارة بمنتهى السفه والغباء، وهون من شأن إجبار المرأة المملوكة والمستعبدة جنسيا على ممارسة الدعارة أيضا، ليس فقط أن يستعبدها سيدها جنسيا، لا، فقط يجبرها على الدعارة أيضا
فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا، يعني هم لو عايزين يتحصن عايزين مش عاوزين يمارسوا البغاء، يعني انتوا عايزين تخليهم يمارسوا البغاء اذا كان بيحصل في المجتمع المدني. كان السادة في المدينة محترمين عندهم إماء وكانوا بيشغلون في الدعارة ويجيبوا لهم فلوس. فهو تعامل إزاي ربنا سبحانه وتعالى الفقيك لنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، تعامل إزاي مع الموضوع ده؟ قال ولا تكرهوا فتياتكم يعني المملوكات دول على البغاء إن أردنا تحصنا، لو هم مش عاوزين يمارسوا البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هكذا تعامل بمنتهى الحنان. الرب الذي شرع الرجم، شرع الرجم للمرأة التي أو للرجل أو المرأة المحصنان يرجموا بحجارة حتى الموت، بالنسبة للإماء قال إن إكراههن على البغاء لم يتعامل معها كأنها جريمة، لم يستخدم أبدا مصطلح عنيف مع هذا الموضوع، بل قال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. على تفسيرين طبعا احنا عارفين ربنا بيحتاج الناس تقعد تفسر وراه، فناس بتقول غفور رحيم للإماء دولت لمرس الدعارة علشان هم مكرهات بس كده، أو غفور رحيم للمكرهين نفسهم، والتفسيرين أسوأ من بعض. والتفسير فلو قلنا غفور رحيم للناس بتكره البنات على البغاء فقلنا غفور رحيم ليهم، نبقى بنتكلم في حاجة برضو ده إيه الحنان ده مع المجرمين دول. لم يستخدم أصلا، لم يجرم هذه الموضوع ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لمنتهى الما يعليه، لأن صلى الله عليه وسلم اللي بيقول الكلام طبعا فيه إن هو ده ربنا ولا بتاع، يعني متعاطف مع هؤلاء الذين يكرهون فتياتهم على البغاء. محمد لم ينشئ آيات كده قاعد يفكر في المواضيع دي وأنشأ لها آيات لوحده لها ظواهر، لا دايما تلاقي في التفسير قصة ورا كل آية، فناس راحت تقول لمحمد تشتكي له فيطلع حاجة دي. هو اضطر يقول كده، يعني هو حتى مش مستاء من الموضوع. لم يجرمه الرسول أن لم يسوه من بغاء شيء. هو لا هو الموضوع يمس تيزه الشريف عليه الصلاة والسلام وتم إكرهه على البغاء عليه الصلاة والسلام، ما كانش قال كده، ما كانش قال ولا تكرهوا محمد على البغاء إن أراد تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهه فإن الله من بعد إكراهه غفور رحيم. لا تيزه عم تحرقه من الاغتصاب. فكان عليه الصلاة والسلام ساعتها هيعمل إيه؟ هيهتم بيقول إن بطش ربك لشديد، أي حد يجي ناحية المصلحة المحمدية سيخسف الله به الأرض. فصح فعلا بلحظة جيدة سؤال، هل تحدث الإسلام مثلا عن أسباب الكذب مثلا؟ هل علم الأمة دي ليه المفروض الإنسان ما يكذبش؟ لا لا، لكن هو من أول القرآن لأخر دافع دفاعا مستمية عن نفسه ان هو صادق، ولعن الناس اللي بتكذبه وما سمحش ان حد يكذبه ولعنه وتوعده طول القرآن يتوعد. لكن هل هو قال لنا لماذا اصلا من المفروض الا نكذب؟ لماذا من المفروض اصلا الا نكذب ياسر؟ عشان ما حد يكذب علينا مثلا، ولا نحترم انفسنا، ولان الكذب الكذاب والذي تعود على الكذب سوف يتم اكتشاف أمره ولن يكون له مصداقيه ولن يصدقه أحد بعد ذلك، ولأن الإنسان ليس مضطرا للكذب، لأن الإنسان الصادق بيكون في سلام نفسي، والإنسان الصادق طبعا اللي بيصدق بيحترم نفسه أكثر من الإنسان الكذاب. والإنسان الصادق ما بيبذلش مجهود مثلا طول الوقت في أنه يحاول يخبي كذب، بيبقى قاعد مستريح وينام مرتاح لأنه مش كذاب، انما الكذاب بيبقى قاعد خايف يتكشف، قاعد يفكر هيقول ايه وقال ايه لمين وقال ايه كده عشان ما يتكشفش في تناقضاته ويتكشف في حاجه. 600,000 سبب يمنعنا من الكذب موضوعي لو الامه دي تربت عليها ما تبقاش امه بتكذب بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي خالص. لو واحد بص له بطريقه معينه يصير يشك في نفسه، عجب كشفني ولا لا، ما قالش اي حاجه، ما علمناش اي حاجه من القيم، لا الأخلاقية ولا الإنسانية ولا أي حاجة، فقط في سياق منع الناس من تكذيبه لعن نفسه، قال لو أنا كذاب ربنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني بالبلدي كده بالمصري نترجم الآيات
ان لو الراجل ده كان كذب علينا هنفشخ دين امه، كنا هنطلع دين امه اللي خلفه اهله، بس هو مش كذاب. وبالفعل ده اللي صار. مين بيتكلم؟ ما انت نفسك اللي بتتكلم يا عم، انت نفسك اللي بتتكلم، هات لنا ربنا يقول لنا الكلام ده نفسه. هو مش عايزين هري، مش عايزين هبد يا سبحان. المنطق بتاعه ده ان انا علشان اثبت صدقي ان انا اقول ده، اخلي ربنا يقول ده لو كذب ده انا كنت اطلع دين ام. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو ده دليل؟ لما تهتم احسن وتجدنا ادله احسن. وانا يعني هاي الملاحظه سؤال جدا مهم، لانه كل كتاب يعبر عن المرحله اللي فيها وفيه رؤيه للمستقبل. يعني انا وانت تتحدثون يرن في رأسي كلمة الآخر. الآخر في النص القرآني أو في حتى في الأحاديث ما إلى وجود يعني، وإذا كان موجود فهو موجود إما تابع أو ملعون أو مهمش. وهذه إشكالية، لأنك عندما تنفي الآخر وتتحدث فقط عن جماعة المؤمنين هذا يؤدي إلى حروب ومتاهات وإشكالات كبيرة. فصورة الآخر في النص القرآني أو في الأحاديث هي صورة ليست حقيقية، ليست الآخر هو أنت كما يقول أحد الشعراء رامبو فرنسين، يقول الآخر هو أنت. وعندما لا يتم احترام الآخر والاختلاف تكون هناك مشكلة. يعني لأي مراجع للنصوص القرآنية سيجد، يعني حتى وجدتها بالإنجيل تماماً من المسيح، عندهم ضيق صدر، ضيق بالآخر، مو بالآخر ككائن، حتى بالفكرة لازم أنت تكون فوتوكوبي، نسخة طبق الأصل منه. وإذا خرجت عنه وعن طريق حتى في الإيمان وأنت مؤمن أيضا أنت تواجه بالعداوة والبغضاء وبالتحريض. وهذه إشكالية. فما أهمله النص أنا أعتقد الآخر غائب في النص القرآني عكس ما هو لدى سقراط وبوذا. وأيضا الطفل دائما يتحدثوا بالوالدين إحسانا، ماكو حقوق الطفل، ما موجودة. يعني دائما الخطاب أبوي. وأنا قمت بتحليل سورة يوسف والأحلام التي فيها والسرد كلها السورة من بداية النهاية، وجدت من خلال تحليل النفس للنصوص وللأحلام أن ثمة تحالف ما بين الابن يوسف اللي هو كأنما مصاب، أنا لا أشخص ولكن كأنما أقول كأنما مصاب بالنرجسية وتضخم النرجسية، مع تحالف مع الأب في سرد معادي للمرأة. ها بالمناسبة الملاحظات الثلاثة اللي أقولها، الآخر، الطفل، المرأة، وضعهم والجماعات المختلفة مثل اليهودية وبقية الجماعات، وجودهم في النص القرآني وفي السنة النبوية وجود ثانوي وأدنى، وهذه إشكالية. شكرا جزيلا. الإسلام ابن بيئته يفتقر إلى الإرشادات النفسية وغير ذلك والعادات والتقاليد، وينتقص حقوق المرأة وحقوق الطفل لأنه ابن بيئته لا أكثر ولا أقل. صحيح أنه ابن بيئته صحيح، لكن نحن نتعامل مع جمهور مثلا يؤمن بأن هذا الإسلام ابن السماء وليس ابن بيئته. نحن نحاول أن نثبت له من خلال هذه الحلقة مثلا وأمثالها بأن هذا القرآن هو ابن بيئته. من الأمور فعلا زي ما قال الأستاذ محسن، ولم يتحدث عن حقوق الطفل أبدا أبدا، وهذه مسألة في منتهى الأهمية، ومجتمعاتنا لا تعرف مدى أهمية هذه القيمة إلا المثقفين منها والذين قرأوا ما كتب من العلماء الغربيين عن الطفل ونفسية الطفل وعلم نفس الطفولة، وكيف أن الطفل يمكن أن تتأثر حياته كلها بإساءة تعرض لها أو عنف أو طريقة معينة في التعامل أو وصف في طفولته المبكرة. لم يحدثنا عن طريقة تربية الأطفال، لم يحدثنا عن حق الأطفال على آبائهم أبدا، حدثنا عن جلد الأطفال في الحقيقة عندما أصر على أن يتحدث عن حقوق الوالدين ووصل الإنسان بوالديه حسن. ولماذا لم توصل الوالدين بأطفالهم وهم أحق بهذه التوصيل؟ والطفل يعد يقرأ عن العقوق ويقرأ عن عقوبة العاق ويسمع كل هذه، يشعر بالذنب بسبب اعتراضه مثلا على والديه، بسبب نبرة صوته إذا ارتفعت ولا تقل له ما أف ولا تنهرهما وقل له ما قال كريم. ماذا لو قال الطفل لأبيه أف أو لأمه أف؟ هو صغير. ماذا قال المراهق
البالغ الذي يحاسبه الشرع على أبيه أف، ما المشكلة؟ كان يقول له أف، ما المشكلة؟ شعوره بالذنب، يود لو يقتل نفسه من كثر شعوره بالذنب لأنه قال أبوي أف أو قال لأمي. هو ما هو صغير بيتعلم، ما هو صغير بيندفع، ما هو صغير عنده اندفاع الطفولة، ما دي طبيعته. هو لم يتحدث أبدا عن حقوق الأطفال على آبائهم، تحدث عن ما يسمى بالعقوق وكيف نبر الوالدين وهذه الأمور التي يعني تعرفونها. هو قال أنت ومالك لأبيك، والحديث قال أنت ومالك لأبيك، يتحدث هنا بصفة خاصة عن القرآن، ما أهمله القرآن. أما لو جينا للسنة ياسر كمان ده فضيحة، فضيحة بجلاجل وجرسة بحناجل. لم يتحدث عن قيمة الصداقة مثلا، وهي قيمة عظيمة جدا، كيف نختار أصدقائنا، من هو الصديق لهذه الأمور. فقط تحدث عن أفعى سيدنا موسى وعصاه ورقبة أم لهب التي سوف تلبس فيها حبل من مسد، وتبت يدي أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنون شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد أحا إنه كان لآياتنا عنيدا. فقط هذا هو منطق القرآن، هذه الطريقة التي تحدث بها القرآن. ممكن ملاحظة أخرى أستاذ أحمد؟ طبعا. يعني ما عندنا مخطط كيف يسير الحاكم شؤون الدولة، يعني ماكو وضوح، بحيث اختلفوا بعد وفاة النبي، اختلفوا في السقيفة ولم يبرد جسد النبي واختلفوا، فبالتالي ماكو آلية دستورية تخول اتخاذ القرارات، وهذا في حيص بيص، ضاعت الأمة وانقسمت لحد الآن، وهذه مشكلة. هو كان مخير ما بين اهتمام بسق زينب وأن يهتم بشؤون بهذه الشؤون الكبيرة، فاختار أن يهتم بسق زينب بصراحة، والأمة بتاعته تطحن نفسها بقى بعد كده وتحصل المقتلة العظيمة دي فعلا، ومن بقى وتروح في 60 داهية مش مشكلة. نعم صحيح، هذه إحدى الإشكالات، يعني ماكو برنامج واضح لإدارة الدولة أو لحقوق الإنسان، يعني المواطن أو الرعية، ماكو طريقة لإدارة دفة الأمور، فقط دستور إلهي وحاكم، ما نعرف كيف هذه الحكم كيف سيكون وكيف تطبق الأحكام، وهل هي متغيرة أم ثابتة، وماذا بالمنهج الجديد، المناهج العلمية التي تطرح شيء مخالف للنص الأصلي. هذه كلها إشكالات، يعني لدينا البشرية حققت إنجازات في الحقوق المدنية وفي ترسيخ الحريات، انتشار العلم والثقافة، هل نبقى ندور حول أحكام الشريعة والعذاب بالتنكيل؟ هناك تنكيل في الآخر في النص القرآني. صحيح. أنا بالنسبة إلي ما أهمله القرآن أهم شيء هو خلافته نبي الإسلام، يعني تكلم لنا عن أشياء تافهة جدا جدا، مثل أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت أمهاتكم وغير ذلك، ولكنه لم يسرد لنا كيف نخلف نبي الإسلام في بعد موته أو بعد قتله. فكانت بداية الخلاف بين المسلمين أنفسهم، التطحن بينهم، الحروب، ولم يستطيعوا أن يقيموا دولة إلا بحد السيف. الخلفاء الأربعة لم يستطيعوا حماية حتى أنفسهم، يعني الثلاثة معروف أنهم قتلوا، حتى أبو بكر يعني فيه عليه ألف علامة استفهام، سنتين فقط يقال أنه سم أيضا. كان بإمكانه أن يضع قواعد للدولة وأسسا للدولة وخصوصا اقتصاد للدولة. بعد أن انتهت العبودية والغزوات والغنائم وجدنا نفسنا بلا شيء، لا يوجد هنالك نظام اقتصادي إسلامي ولا سياسي أيضا، يعني أخذوا من الإمبراطوريات المجاورة ومن الشعوب نفسها، يعني الحضارة ما تسمى الحضارة الإسلامية العربية هي already يعني حضارة للناس الذين كانوا يعيشون في هذه الأراضي.